السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة حنونة. اليوم ان شاء الله غتشوفوا معايا طريقة تحضير فطائر اللي كتجي رطبة وهشيشة بحشوة البيتزا. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير فاحنا كنحتاجو 600 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 3 ديال الزلافات بالنسبه للعبار ديال الدار. عندي جبانيه ديال القمح، بالنسبه للجبانيه اللي كنعبر بها القمح كنعبر بها الدقيق. كنحتاجو معلقه صغيره ديال الخميره، كاس ديال الحليب، عندي 3 المعلقات ديال الزيت المائده، جوج بيضات، معلقه كبيره ديال السنيده، وعندي خماره، معلقة الملح، وعندي الزعتر. بالنسبة للعجينة فانا غنستعمل العجينة كما كتشوفوا، راني وضعت الدقيق، غادي نضيف عليه القمح، نزيد الخميرة، المعلقة ديال السنيدة. بالنسبة للسنيدة باش يجي اللون ديالهم حامر زوين، عندي الزيت، وزوج ديال البيضات، الملحة، وكنحك الزعتر بهذه الطريقة باش يعني يعطي واحد النسمة زوينة. دابا غادي نديرها باش تعجن، يعني تجمع هاد الخلاط، عاد باش نبدا نضيف عليه كاس الحليب، والماء راني عندي دافي كما كتشوفوا، كنضيف صاشي ديال الخميره، وكاس ديال الحليب، وغادي نكمل العجينه بالماء دافي ونخليها تدلك مزيان. كما كتشوفوا العجين راه كدلك مزيان، فانا كنخليها تدلك حتى كتشرب داك الماء اللي ضفت عليها، واخا تبان لكم كتلصق فهي خاصها تدليك حتى ما كتجمع وكتشرب داك الماء اللي كنضيفو. فانا غنخليها تدلك، ملي غتدلك غادي نغطيها ونخليها باش يتضاعف الحجم ديالها. اما بالنسبه للصوص فانا كنحتاج معلقه كبيره ديال مطيشه الحك او الطماطم المصبره، عندي شويه الزعتر، ربع ملعقه ديال الملح، وربع ملعقه ديال البزار، عندي مطيشه محكوكه، وزيت زيتون او زيت العود. نبداو على بركه الله. في كسرونه غادي نجمع المطيشه، غنضيف مطيشه الحك. بالنسبه لمطيشه الحك اللي ما عندوش يعني يمكنه يستغنى عليها، غندير زيت الزيتون قياس معلقه كبيره، وعندي الزعتر اللي كيعطي واحد النسمه زوينه، والملح والبزار، وغادي نديرو
فوق النار حتى كيطبخ وكينتنشف من داك الماء اللي فيها ونطفي ليها. بالنسبه للحشوه فانا كنحتاج الزيتون اخضر دوائر، عندي 3 حبات فلفله اللي مقطعه ومشحره في شويه زيت والملحه وبزار، عندي البصله كذلك اللي مشلده ومشحره، فلفله حمراء مشحره، لاصوص اللي وجدنا، عندي فرماج مربعات على هذا الشكل، عندي علبه الطون. وهنا كما كتشوفوا العجين راه ضعف الحجم ديالو، غادي نقسمه على جوج. كما كتشوفوا هنا راني قسمت على جوج. الان غنجيب المدلك باش غادي نسرح العجين. غنبدا بالكويره الاولى، غادي نسرحها، غادي نرش الدقيق وغادي نبدا نسرح في العجين على هذا الشكل. هنا كما كتشوفوا فيما كيبان لكم شي جنب باقي ما ترققش مزيان، فانتوما كترققوه باش ما تجيش العجينه غليظه. كما كتشوفوا الان غنجيب لاصوص طوماط وغادي نوزعها فوق العجين على هذا الشكل. وغادي نسرح على هذا الشكل. بالنسبه لهاد الحشوه فهي كتجي رائعه، غير جربوها. غنوضع البصله اللي مشحره. بالنسبه للبصله كاين بزاف ديال الناس ما كيبغيوهاش، يمكن لكم تستغناو عليها. غنضيف الفلفله مشحره وغادي نوضع الفلفله حمراء كما كتشوفوا. الان غنضيف طون على هذا الشكل. بنفس الطريقه كنبقى نوزع الحشوه الان غنضيف الزيتون بنفس الطريقه باش تجي العماره موزعه. الان غادي نوضع الفرماج. بالنسبه للفرماج فانا كنستعمل هذا المربع حيت كيجي لذيذ، يمكن لكم تستعملوا اي فرماج عندكم في المنزل. كنوضعو بهذه الطريقه وكنسد الفطيره كما كتشوفوا. وحتى الجنب الاخر كنسد بنفس الطريقه. بعد ما سديتها فانا كنضغط على الجوانب حتى كتسد، كنضغط عليها بصبعي على الطريقه. وهنا كما كتشوفوا راني وضعتها في طاولة مفرشه فيها بابي سيغفريزي. وهنا راني مسرحه العجين باش نوريكم الطريقه باش نختصروا الوقت. راني مسرحه العجين بنفس الطريقه وغادي نوضع الحشوه كذلك بنفس الشكل بنفس الخطوات. غادي نوضع الحشوه وغادي نسدو بنفس الطريقه. كما كتشوفوا راني واضعه الفطائر كبار بالنسبه لكم نتوما، يمكن لكم يعني ديروهم غير صغيورين غير باش نختصر الوقت.
كما كتشوفوا بنفس الطريقة، البصلة الفلفلة فلفلة حمراء، الطون، نوزعو بنفس الطريقة. كما كتشوفوا الآن غنضيف الزيتون، الفرماج كذلك، بنفس الطريقة. وغادي نسدها كذلك، وكنقاد الجوانب وكنضغط عليهم بهذه الطريقه باش ما تخرجش الحشوه. وهنا كما كتشوفوا فانا وضعتهم في اللاطه، غادي ندهنهم ببيضه كامله اللي مطرباها، وغادي نحاول ندهنهم مزيان بجدي اللون ديالها زوين. كما كتشوفوا الان بعد ما دهنتهم فانا غادي نشرطهم بالموس على هذا الشكل، كنحاول نشرطها مزيان حيت فيها الخميره مازال غادي تختمر يعني، يعني ما تبقاش باينه ليا ديك الشرطه اللي درت. كتحاولوا توركوا عليها مزيان غير ما تقبش وصافي باش ما تبانش الحشوه، وكنبقى على هذا الشكل كما كتشوفوا. وهنا بعد ما شرطتهم فانا كنجيب البافو باش كنزين على هذا الشكل، كنوزع كيجي المنظر ديالهم زوين. كما كتشوفوا بعد ما وضعت البافو فانا غادي نجيب زنجلان وغادي نديرو في البلاصه اللي خليتها خاويه، حتى هو كيجي رائع. الان بعد ما دهنتهم وزينتهم فانا غادي ندخلهم للفرن ونتلاقاو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا كما كتشوفوا. هنا راني قسمتها باش نوريكم كي كتجي من الداخل، كتجي رائعه وكتجي الحشوه بنينه، غير جربوها ما غاديش تندموا، فهي غتعجبكم وتعجب وليداتكم ان شاء الله. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم وتخليو ليا لي لايك ديالكم، وكنقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.